خمسة قروش، الخمسة قروش السلطان حسين كامل. الخمسة قروش دي من الفضة، من الفضة، في منها طبعا 1916 و 1917 زي اللي قدامكم دي، اللي هي 1333، مالناش دعوة بالتاريخ ده دلوقتي، تمام. ديت منها بحرف اتش وبدون حرف اتش. الوزن بتاعها يا جماعة 7 جرام، عدد القطع من الأولانية 6 مليون ومن التانية 8 مليون قطعة، كتير يعني، بس سعرها كويس جدا في الكتالوج العالمي للأسعار الجديدة 2022. دلوقتي نعرف سعرها، السعر بتاعها بيوصل من 200 جنيه، 250 جنيه كمان، ويوصل 300 جنيه، ويوصل ل 800 جنيه بحالة الأنصر. بحالة الأنصر لازم تكون جيدة يا جماعة، لو فيها وسخ، فيها شيء متبهدلة متخربشة، مع الكلام اللي انتوا عارفينه ده، بتقل النص وأقل من النص كمان. العملة دي بقى لو مقيمة في التقييم وفي شركات تقييم بتتباع فوق ال2000 جنيه يا جماعة من الآخر، بس طبعا ده مش موضوعنا، احنا قلنا بتوصل لكام؟ أقل شيء ما تباعش أقل من 250 جنيه.